الرحمن الرحيم. موعدنا أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم من الشهر الفضيل مع خلق يأخذنا إلى عفو الله ومغفرته، فقال الله سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا الخلق هو خلق الحلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق ليخيره من الحور العين ما شاء. يدللنا صلى الله وسلم عليه أن الشديد ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه. ولهذا دعا الله سبحانه وتعالى نبيه فقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ العفو يا محمد، خذ بمكارم الأخلاق وبالسهل واليسير في معاملة الناس ومعاشرتهم. وهذا ما يدلل على قول جبريل حينما جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وأن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. ولهذا قال: وأمر بالعرف، أمر بالجميل والمستحسن من الأقوال ومن الأفعال، وأعرض عن الجاهلين، لا تقابلهم بمثل سفههم بل احلم عليهم. ولهذا حينما شتم رجل ابن عباس رضي الله عنه، وكان في المجلس عكرمة، فشتم الرجل ابن عباس وقال له حتى قضى مقالته، قال: يا عكرمة، انظر هل للرجل من حاجة فنقضيها له؟ فنكس الرجل رأسه ثم مضى. معاوية بن أبي سفيان جاء رجل فأغلظ عليه في الكلام، قيل له: لو عاقبته، قال: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. إخوتي الكرام، هذا الشهر يعلمنا الحلم، يعلمنا هذا الخلق الكريم. فيقول المصطفى صلى الله وسلم عليه محفزنا إلى هذا الخلق، قال فإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. شهر المغفرة وشهر العفو، مما يغري العبد بأن يعفو وأن يغفر عمن أساء إليه ومن ظلمه، وأن لا يوقع العقوبة على من قدر عليه، مستحضرا قول الله سبحانه وتعالى: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بلى والله يا ربنا نحب أن تغفر لنا.